أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحمد لله وصلاته وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أول من ذكرهم صلى الله عليه وسلم. وأول صفة نبهنا عليها ودلنا عليها من الصفات التي يظل الله أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، إمام عادل. وقد قال العلماء الإمام العادل يسمى ظل الله في أرضه، أي يستظل به عموم الناس، فلذلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. فهنيئا لمن ولي شيئا من أمر المسلمين ثم عدل فيه، فله من الرتبة والمكانة عند الله قدر عظيم. لنا في كل حلقة نموذج من نماذج الأئمة العدول، نستعرض أخباره وشيئا من سيرته في بضع دقائق، علنا أن نأخذ من ذلك عبرة ودرسا نقتدي به ونهتدي ونسير من ورائه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وأولئك هم أولو الألباب. نموذجنا لهذه الحلقة في صفة إمام عادل هو الإمام العادل عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه: إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، جعل الحق على قلب عمر ولسانه. كان آية في إقامة العدل، في ترسيخ العدل، كيف لا، وهو متخرج من مدرسة سيد العادلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابنه عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن نهي يجمعنا أهل بيته فيقول: يا أهل بيتي لقد أمرت الناس بكذا وكذا ونهيتكم عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم، فإياكم أن تأتوا شيئا مما نهيت عنه، وإلا جعلت العقوبة لأحدكم ضعفين مما أجعله للآخر، حتى يقيم العدل في أهله، حتى يقيم العدل في أسرته، رضي الله عنه وأرضاه. خرج يوم من الأيام يتجول في شوارع المدينة، فإذا امرأة عجوز لها حال بئيس تشكو إلى الله تعالى حالها، فسألها عمر بن الخطاب عما بها: ما بك يا أمة الله؟ فقالت: أشكو عمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال لها: وماذا فعل عمر؟ قالت: منذ أن ولي أمر المسلمين لم يصلني من عطائه دينار ولا درهم. قال لها: يا أمة الله، وما يدري عمر بحالك وأنت أين وهو أين، وما يعلمه بحالك وما أنت فيه؟ قالت: عجبا والله، وهل يتولى أمر المسلمين أحد وهو لا يعلم بحالهم؟ فصاح عمر صيحة من الخشية، من الخوف من الله، من المراقبة لله سبحانه وتعالى، ثم قال لها: يا أمة الله، هل أستطيع أن أشتري منك ظلامتك من عمر تبيعينها لي بأي مقابل؟ قالت: أتهزأ بي هذا؟ قال: لا، لست مستهزئا. فما زال بها حتى اشترى منها ظلامتها ب25 دينارا. فبينما هو كذلك إذ مر به عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو مع العجوز، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوجلت العجوز وخافت ووضعت يدها على رأسها وقالت: شتمت أمير المؤمنين إلى وجهه. فقال لها: لا عليك يا أمة الله. ثم أراد أن يكتب كتابا فلم يجد شيئا يكتب عليه، فقطع قطعة من ثوبها ومن ردائه وكتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد اشترى عمر بن الخطاب ظلامته من فلانة ابنة فلانة من يوم تولى الخلافة إلى يوم كذا وكذا، فإذا كان يوم الوقوف بين يدي الله تعالى فلا تطالبه بشيء ولا تطلب منه شيء. وشهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وأخذ الكتاب ودفعه إلى ابنه عبد الله بن عمر، وقال: يا بني إذا أنا مت فاجعله في كفني لكي ألقى به ربي سبحانه وتعالى. كان مقيما للعدل خائفا من شأن العدل وإقامته بين الرعية. كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو عثرت بغلة على نهر دجلة في العراق لخشيت أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى عنها، لماذا لم تمهد لها طريقها؟ لماذا لم تمهد لها طريقها؟ لم يعد ينام بعد أن تولى الخلافة إلا غفوات يغفوها وهو جالس متكئ على ظهره: ما بالك يا أمير المؤمنين، ألا تستريح؟ قال: كيف أستريح وأنا إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي وربي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، فكيف لي بالنوم بين هاتين وكيف لي بالنوم بين هذين؟ رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول: إذا بلغني عن عامل من عمالي ممن يؤمرهم على الأمصار وعلى مختلف البقاع، إذا بلغني عن أحدهم مظلمة ظلم بها إنسان ثم لم أرفع هذه المظلمة عن المظلوم فأنا الظالم وليس ذلك العامل. كان يرفع المظالم عمن ظلم رضي الله عنه وأرضاه. كان إماما يمثل عدل الإسلام ونور الإسلام وبهاء الإسلام. أرسل ملك الفرس رسولا إلى عمر بن الخطاب، فلما أن جاء المدينة قال: يا أهل المدينة أين ملككم؟ قالوا: ليس لنا ملك ولكن لنا أمير، لنا أمير المؤمنين. قال: فأين هو؟ قالوا: لقد خرج إلى بعض نواحي المدينة يتفقد بعض الأشياء. فأخذوه إليه فوجدوه تحت شجرة بعد الظهيرة قد أجهد من الحركة والسير، قد اتخذ من عصاه ورداءه وسادة، فنام تحت الشجرة وجسمه يتصبب عرقا. فجاء هذا الرسول فلما رآه بهذه الحالة استغرب وقال: رجل تهابه ملوك الدنيا وحالته كهذه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت. ثم إن هذا الرسول أسلم بعد ذلك لما رأى من عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أيام كثيرة لا تكفينا لكي نستعرض كم كان عدله، كيف كان عادلا رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هو نموذج يجب أن نقتدي به وأن نهتدي به في محاسبة أنفسنا. فقد كان شديد المحاسبة لنفسه، وقد كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. ليس عمر ما يعرفه كثير من الناس شديد الغليظ، بل كان خاشعا إذا سمع وحي الله جل وعلا، منيبا إذا وعظ وإذا ذكر، فعليه رضوان الله ورحمته وبركاته. ألا فليعلم كل من ولي من أمر المسلمين شيئا أنه مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، صغر ما ولي عليه أم كبر، قل أم كثر، فسيسأله الله سبحانه وتعالى عن القليل والكثير وعن النقير والقطمير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.